رح نتابع معكم بفقرة ويلنس لليوم، وانضمت لنا دارين حماني وهي معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك أهلا يا دارين. بنور. أطلقت من يومين عنوان الحلقة، إن شاء الله ما تكون نسيتي. هي النسيان وفوضى الحواس. صح، وقتها بتقولي هالعنوان ما تصدقي قديش في ناس قالت عن جد، يعني النسيان صرنا ننسى إنه أي عم ننسى، صح، وفوضى الحواس هيدا موضوع آخر. يعني صحيح. شو يعني بعلم النفس نسيان؟ أنا شو جاي أعمل اليوم؟ نسيت. نسيت. دايماً عم نسمع كلمة شو كنت بدي أعمل؟ أو شو كان لازم أعمل؟ أو نسيت الغرض وبعدين تذكرته. حالة النسيان عم تكون كتير شائعة، خاصة بهول السنتين. دايماً بنحط الحق على كورونا، هي منا كورونا، بس أكيد الظروف اللي قطعنا فيها وانعزالنا ووجودنا اجتماعيا مع الضغوطات الاقتصادية والمادية والاجتماعية وكلياتها ساعدت على انه نحن نكون مربكين بحواسنا الخمسة. في ارباك، هيدا الارباك بنسميه فوضى الحواس، اللي بيسبب نوع من النسيان او عدم التذكر للذاكرة القريبة المدى، وحتى تقولي له شو كنت تعمل بال 2019 قبل هيدي الفاز قبل كورونا. أوكي. حتى الذاكره لبعيده المدى كمان انتست. طيب خليني اسال، هل يا ترى هو جهاز دفاعي عم يمحي لنا هالذاكره؟ لانه كثير بولفرسي نحن بهالكون هلا، وبكل المشاكل يلي ذكرتيها احسن دماغنا يعمل هالشت داون على انه نتذكر. لكن نعمه النسيان هي نعمه كثير كبيره. ايش؟ اوكي، ربنا اعطينا اياها بجهازنا النفسي والتكويني والبنيوي، تمام؟ يعني نحن لو ما في نسيان ما بنتداوى، ما بنقطع، ما بننسى، ما بننسى وجعنا، الكلمه اللي حدا جرحنا اياها بعد سنه منقول سمحنا. ليه سمحنا؟ لأنه في مرحلة نسيان. فالنسيان هي نعمة، ولكن أمتى بتصير؟ ما بدي أقول نقمة، بتصير وجع مزعجة ومزعجة ومربكة. باللحظة اللي هي وقت ما أنت تصير عم تأثر بشكلك اليومي. يعني اليوم أنا نسيت، بالشهر مرة بتقطع، بالأسبوع مرة بتقطع، بس اللي عم بيصير هو أنه أنا يومي بشكل يومي وبتفاصيل صغيرة، سواء الأم لأولادها، البي لعائلته، وهيدي إلها أسبابها هلأ بنحكي فيها بلانش، عم تأثر صارت على أنه نحن عم نعصب، لأنه كثرة النسيان وانت واعي، مش انه عنا حاله مرضيه مثل الزهايمر، مثل في شيء بيولوجي نشاف، في ضرر معين بدماغنا، لأنك واعي وحاضرة وبدك تتحرك وتمشي لنهارك بتنسي، فبتصير تعصبك، فبتخلق نوع من ردات الفعل العدوانية. كتير مزاجي، لأنه بتصير عم بتنبشي على الاسم، عم بتنبشي على الكلمة، عم بتنبشي أصلاً أنت شو فايتة على المطبخ تعملي. صح، عن جد تعمل إرباك يعني. صحيح، هي عشان هيك بلانش في الدراسات اللي هلا عم تنعمل عالميا هي عن النسيان اللي حاصل، مش بس عنا بلبنان على فكره. عالميا يعني بكل، عند كل البشر، شيء اذا بدك كوني عم بيكون حاله غريبه. واللي عم بينعمل هي اول ذاكره، هي سببها شو السبب؟ هي الذاكره التدوينيه. شو الذاكره التدوينيه؟ اليوم وجود الايباد عند الاولاد والتكنولوجيا والتليفون، كل شيء بتسجليه انت وين؟ على التليفون. الذاكره التدوينيه هي لها السبب الرئيسي والمباشر. واو. انك ما عم تمسكي ورقه وقلم وتدوني بخط الايد، يعني التذكر البصري. ايه؟ اليدوي اختفى. والحسي. مزبوط، نحن زمان كنا حافظين ارقام تليفونات العائله كلها، هلا رقم اولادي بدي افوت اطلع. صح. ايه؟ وليه كنا نحفظه؟ لكن دماغنا، لأنه كان ينكتب، كل شيء بينكتب هو بتتذكره العين. يعني الذاكرة السمعية والبصرية واليدوية الحسية هي متصلة بالذاكرة البعيدة المدى. عشان هيك نحن منعلم الولد يكتب عمره، يمسك القلم من السنتين. أوكي. لو ما قدر يلقط الحرف لثلاث سنين بس بضله يمسك، لأنه نحن عنا في أولى هيدي على الهوا دايما. ايه؟ بقولها بالتدريب تبعي. قولي. ربنا عطينا هو ثلاث أصابع، أوكي، اللي مربوطين، اللي هو الإبهام والسبابة والوسطى، هن ثلاثتهم مربوطين بالقلم،
تمام؟ أوكي. يعني نحن وقت ما حدا بيمسك القلم هيك صح؟ صح. فنحن بنهدي هو ثلاثة هن مرتبطين بدماغنا مباشرة، اللي هن ثلاث أعصبة اللي هو التواصل والاتصال، اللي هو مهارات الكلامية واللغوية والتعبيرية، واللي هو دماغنا العاطفة. فتلاتتهم وقت ما أنت تكوني دايماً عم تكتبي وتكبسي عليهم أوكي؟ أو عم تمرق القلم وعم تدربيه وتمرنيه، دماغك دايماً عم بيفرز المادة اللي هي بتنشط الذاكرة الفكرية لبعيدة المدى وقريبة المدى. فينا عم نعملوا اكزرسيس يومي؟ هو عشان هيك الجرافيس منبلش فيه عند الولاد، يعني دايماً منقول اللي هن العضلات الصغرى بالبسيكوموتريسيان، ولكن كل شيء له علاقة بالذاكرة التدوينية هو القلم والورقة، هو شيء كتير مهم. هيدا سبب من الأسباب اللي على الإنسان عم بيفقد جزء من ذاكرته. فأنا بدعي الأشخاص عن جد يسترجعوا الورقة والقلم، ولو شخبطوا لو رسموا بدهم يكتبوا فكرة يكتبوها ورقة وقلم، ما يروحوا على التليفون، يعني يرجعوا عن جد للدفاتر التليفونات القديمة، ما يرجعوا للتليفون. لكن اللي ابهم هو التواصل هو ثلاثتهم بنشطوا نحن بنقول بنحفز الذاكره التنشيطيه بتنشطها، واللي هي الفكريه اللي بتروح على الذاكره البعيده المدى والقريبه المدى. عشان هيك نحن اذا بقينا بهيدا السرعه باختفاء القلم والورقة، فالجيل اللي جاي هو منه عنده ذكريات للماضي تبعه، فهو عنده اختفاء للذاكرة أو ضعف بالذاكرة لبعيدة المدى. في مدارس، ما حقول لأنه مش مأكدة، بس في مدرسة بأوروبا وحيدة أعلنت إنه بقى نرجع للكتب وللأقلام والورقة ونحط الآيبادات والتليفونات على جنب. إيه، وكانت لأنه الدراسات اللي عندهم أكدت إنه وجود القلم والورقة والتدوين، يعني الرسم، حتى الرسم اليوم بتشوفيه على السكرين، الرسم، استخدام الإيدين، المحي، إنك تمحي وتشدي عضلك، هذا كله موصول بجهازنا الدماغي وبالقلب. هني موصولين بالقلب وبكل شيء. اثنين اللي هو النشاط الحركي اللي هو الجسدي. رغم انه انا بعمل اليوغا والتامل وبحبهم كثير، بس انا دائما بقول بالدراسات العلميه الهروله هي رقم اثنين لتنشيط الذاكره التفاعليه. الهروله الركض البطيء. ليش؟ لانه بالنفس العصبي، دراسات النفس العصبية، غير انه هي بتنشط دقات القلب والايقاع وبتفرز السموم لبرا والتعرق، وبتكوني مش عم تركضي بمكان واحد بهواء نقي، كل هول الامور الحلوة، ولكن دعسة الاجر اللي هي اكاتروبات، يعني نحن بنكون حاطين التالون مع الكعب الاجر مع اصابع الاجرين كلها، هول الاربعه مع الدعس اللي بالنص محل العظمه، هول بيشتغلوا على اعضائنا اللي هن من القلب لوصولنا لهون، يعني المنطقه اللي هي الوسطى بجسمنا، اللي هن الكلاوي، اللي هن الروايا، اللي هن اللي نحن ما بنعرفهم، الطحال، كل شيء مع الغدد. كل ما انت دعستي، كل ما انت عم تشغليهم كانهم هن عم بيضخوا يرجعوا ويكبوا السموم. فاثبتت الهروله هي انفع نوع رياضه لتنشيط الذاكره البعيده المدى وقريبه المدى. حلول هينه لحد وحلوين حلوة. وحلوه حلوين. وبعد النسيان هو ليه بيسبب فوضى الحواس؟ لانه نحن اليوم وقت ما انت تتذكري شيء بتكوني قاعده ما في شيء بايدك او ما في شيء لهيك، تمام؟ يعني حدا بكون عم بيحكيكي فانت حاضره سمعيا بصريا، بيجوا بيقولوا لك زرت فلان، بتقولوا ايه وحكينا كذا كذا كذا. هلا نحن ما عم نقدر، حتى ابنك بكون عم بيحكيكي بيقول لك ما انا حكيتك يا ماما ولا، وبتقولي له نسيت. شو السبب؟ جهاز التليفون هو هلا بالدراسات قد ما بركي بنعمل حلقه ثانيه اللي هو له علاقه بالتواصل الانفعالي قد ايه عم بيعمل تشتت، بس ليه له علاقه بالنسيان؟ الشخص بيكون قاعد على التليفون عايش بمحل منه حاضر ذهنيا، يعني بنسميها عنده اختراب
نفسي، وبنفس الوقت في حقيقة وواقع. هو مبطل عم بعيش بالواقع والحقيقة، عم بعيش بالاغتراب النفسي، يعني هو نفسه بمحل تاني والحاضر عم بيكون موجود. هيدا الشيء كترته مش عم نقول نلغي حياتنا عن التليفون، ولكن عدم تحديدنا لأنه وجود التليفون بإيدنا بأوقات معينة، هيدا الشيء عم بسبب كمان تصاعد وتزايد للنسيان. بتصيري أنت منك حاسة بحالك وبحواسك الخمسة، وخاصة السمعية واللي هي الجسدية. يعني حتى بتقولي أنا كنت قاعدة وين؟ بنسى، عم ننسى كتير. بلس بتعرفي هلا تذكرت مشهد كنت عم بركض بالصنايع مش من زمان، امبارح ان شاء الله تكون المدام عم تسمعني، كانت هي وابنها عمره شي 3 سنين عم بيلعب انه جنينه، اوكي انا بده يوثق حاله صح. وهي قاعده على الحفره عم ماسكه التليفون، اوكي ماما 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 اخر شيء وقفت بلحظه انا يعني عم نازله عم بهرول، لا اجت قالت له شو بدك ليه موسخ ثيابك تع ردت. يمكن هي منا عنيفه، هي يمكن الام منا عنيفه، وانا مأكده هي ما انتبهت انها ضربته. احيانا بنعمل ردات فعل، الولد بيقول لك قسيت علي، بتقول كيف قسيت؟ هالقد جسمنا ودماغنا مخطوف، يعني مخطوف اغتراب نفسي، اغتراب نفسي. بس نحن بنفتكر انه رحله نفسيه، خلينا نقول لك فايتين بهالصور وعم نتفرج، عن جد بتتاخد خدي وقت تتفرجي بالصور، وخدي وقت ما تكوني قاعده مع محيطك ومع اولادك، ما تاخدي من وقت استماعهم واصغائهم لهم. مش وقت الاكل، مش وقت الصبح، هيدا وقت الاكل كمان خطير. ايه ومش الصبح بكير، ومش بالليل قبل ما تنامي، لانه هلا رابع دراسه حقلك عنها. بس انه ما يكون التليفون والتكنولوجيا كل الوقت هو اخدي، كان ظاهر انت وابنك على الجنين اللي تلعبوا لعبوا وسخ الثياب، وهو حيوسخ الثياب، ويمكن هي ما همها الثياب بس ردة الفعل. يعني مرة عملنا ريبورتاج قد ايه وقت ما نمسك تليفوننا نحن ما بننتبه الا بعد 15 ثانية على ردة فعلنا، لانه هيدي ردة الفعل ب 15 ثانية هي لها علاقة بالنسيان الكلي، يعني الاختراب النفسي للدماغ. يعني هيدا عم بتشجع على فوضى الحواس صح، يلي سببها ومسببها يعني اللي عم يعطيها الشرارة الأولى هي أساسية بس. هي أساسية والنوم. أوكي رابع دراسة إلى علاقة النوم. بالنوم النوم هو خاصة عند المراهقين الموضة، هي أنه الليل هو نهار ونهار هو ليل. بقولوا ما نمنا 8 ساعات، أوكي الثمان ساعات بالضوء بالنور منه نوم، لأنه الدماغ بيطلب العتمة. ربنا عطانا الظلمة لليل، فالجفن والعين وحواسنا الخمس بتغلق وبتصير بالثبات أو الثبات، يعني الثبات الليلي هو بالظلمة. حتى لو مسكرة ريدو ما إلها علاقة، إلها علاقة بالضوء والنور اللي بيجي من الوحش 100%. نحن بلشنا بالظلمة اللي هو من 10 للـ4:30، هو هيدا النوم الصحي. إذا أنت عندك بتعرفي أحيانا بكون ناس عندها أمراض نفسية بتجي لعنا بقلها كيف بتنامي، بتقلي وحدة بقلها نامي 10:40، بتجي بتقلي أنا ارتحت. ليه؟ لأنه ربنا عطينا نعمة كتير كبيرة ورحمانية، هي أن النوم يكون بالليل لحالك، لأنه حواسنا ما بيصير فيها فوضى وبتغلق بتسكر ترتاح بتسكر خلص. كيف الوردة؟ نحن مثل الورد، مثل زهرة اللوتس إذا بدك، ايه بتسكر وقت ما خلص تروح ضو الشمس عليها وبتفتح. فنحن حواسنا بتفتح على 4:30 5، كل الإنرجية تعيتنا بتطلع من 4:30 وطلوع. فأنت اليوم دماغك إذا ما نام بالليل بهول الثمان ساعات المحددين، في مادة اللي بتفرزها هي حالة النسيان بتقوى، لأنه بيصير في منبه دايم، جسمك بيصير ديفنسيف مثل ما بلشت بالحلقة، بنصير عم ندافع، فالدفاع بيكون هو بحالة النسيان. وبصير في عنا غضب. وعلى فكرة بتعرفي أنه هيدي الحالة هي هلأ كمان عم نفوت بمحل تاني، هي بتفوت على حالة الإدمان.
للدراجز وهيك، لانه بصير الجسم يطلب شيء ما بتعرفيه، بصير اسهل له وبيفوت بهولي مواضيع بيولوجيه اذا بدك كثير كبيره، بس هي كمان بتسبب هيدي دارين الدماغ بحاجه ينام والحواس ليمكن يعمل ريكفري كمان ليصحح حاله ليصحح اخطائه ليرجع يعمل اعاده تاهيل خليني اقول للخلايا والهرمونز وكل هيدي. فكمان انت وقت عم تشتغلي عكسه النسيان بيكون سيد المواقف. صحيح، النسيان، العدوانيه، الانفعال السلبي، لانه الانفعال السلبي هو انك تاخذي قرار منه سليم. اوكي، هن ثلاثه، واربعه هو انك بتصير تشوفي حالك منك حلوه. جزء من الدراسات بتقول التعب الليلي ومنبه الحواس الخمسه اللي هي بتضلها فايقه على مده اسبوع 15 يوم، ان شاء الله تكوني عامله كل عمليات التجميل وكل جمالك حاضر، بتشوفي حالك انعكاس مرآتك، حتى لو ما وقفتي على المرايه بتشوفي حالك منك جميله. ليه؟ لانه الحواس بتفتح بطريقه، انا يعني هلا دراستي الحديثه هي عن الحواس، قد ما هي صارت اخذتني مع الموضوع النفسي، قد ايه الحواس بتطلق العنان انه انا مني حلوه. هي الحواس بتقول تعبتيني، تعبتوني، بليز بدي نام، بليز ريحوني من التليفون، بليز سكروا لي هالعين وهالدينه. كل هولي هن حواسنا بتكون مفتوحه. اخذتيني لمحل كثره التجميل الصناعي، خليني اقول يعني الفلترز على التليفون، قد ايه بننسى نحن كيف شكلنا؟ هيدا خبريه ولا يا بلانش، غير النسيان هو نحن بنسميه التجاذب الانفعالي والعاطفي والجسماني. اوكي، يعني دائما بعطيك اياهم هيك اختصاص جامع يعني. التجاذب هو انه انا مني انا، بروح كيف المد والجزر. يعني يوم بوعى انا هي، يوم بوعى انا مش هي، لدرجه بتعيش الكونتراست، النسيان، حالات الفوضى، الفوضى بانا بالحال تبعي. فهي اكيد منا لطيفه، والفلتر هو موضوع اخر. طيب بس حلو يعني فلتر مش عاتل يعني. طيب اذا بيعطينا شيء بوزيتيف هلا اللي عم يحضرنا بده يقول انه دارين حماني معالجه نفسيه ويوغا تنكشوا بالذاكره يلي مغلقه، يعني واحد بكون ناسي موضوعه وبيجي بيقعد صح مع معالج نفسي بصير يعمل هالديجينج هالنبش وبيطلع يلي هالدماغ نسي. صحيح، في شيء تقنية لهالنسيان اللي نحن عم نعلق فيها حلو اليوم؟ دايما بتسأليني هيك الأسئلة حلوة بستمتع فيها، اسمه الاستذكار. استذكار، الاستذكار هو مش نحن منذكر، هو بتذكر. يعني الشخص الباسيون الاخر مش انا ما بعرف قصتك 100% صح؟ تسألينا اسئله فايه، او احيانا من خلال الصمت باي تقنيه، ما خلينا ما نحدد التقنيه لانه كل حدا عنده تقنيته. اوكي، هي الاستذكار هو انك انت تتذكري، هو الاخر اللي جاي طالب بالعلاج يتذكر، وقت ما يتذكر لو حكيتين الكلام انا تذكرت هيدي الصوره بس في مشاعرك انا ما حسيتها صح؟ عشان هيك اسمه الاستذكار النفسي، اللي هي بتبقى المشاعر، الريحة، الأشياء، الكل هول. عشان هيك أنا دايما هيك بقول العلاج النفسي هو لاسترجاع الصور الحلوة. حلو. مش بس مننكش الوجع، ليه؟ لأنه لتتنشط ذاكرتنا وننضج ونوعى ونحب نرجع من أول وجديد مسارنا اللي نحن فيه، بدنا نستذكر الصور الحلوه اللي هي الشميه، السمعيه، الغنيه، شو كان لابس، اللفظيه، كل شيء، ريحه المدرسه بالكوريدور، ريحه هول الاشياء نحن اليوم ما بنتذكرها، عاملين بلوك لانه في اشياء كثير. بس وقتها بتمرني حالك عليها يس بدها تمرين. انا دائما بقول يا عمي اقعدوا ما تتذكروا امك وبيك شو عطوكم الاشياء البشعة، بتذكري ريحه الطبخه 100%. يعني جد تتذكري وقت ما كنت تلعبي بالزاويه وتتخبي انت واختك وتهربي من امك رغم قساوه الموقف، هول التذكر بنشطوا الذاكره وبخلوها ترجع حلوه.
يعني ترجع حلوة. يعني في تمرين لهالموضوع. دارين حماني شكرا لك لهاللقاء الرائع. طبعا مشاهدينا فيكم تتابعوا هالحلقة ومقتطفات دارين ترجع هيك بتفرشها على السوشيال ميديا لنضل نتذكر كل كلمة اليوم عطيتنا اياها وكل معلومة. وهلا بنروح لفاصل وبنرجع.